شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه سبحانه، كم أنعم على الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى. قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إني قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت به عليك أن جعلت لك لسانا وجعلت له غلقا فلا تنطق إلا بالحق، فإن عرض لك ما يغضب الله عز وجل فأغلق عليك لسانك فلا تنطق به ما حرمته عليك. وجعلت لك عينين وجعلت لهما غلافا فلا تنظر بهما إلى ما حرمته عليك، فإن عرض لك ما حرمته عليك فأغلق عليك غلافهما فلا تصب بعينيك ما حرمته عليك. وجعلت لك فرجا وجعلت له سترا فلا تصب بفرجك ما حرمته عليك، فإن عرض لك ما حرمته عليك فأرخي عليك سترك. يا ابن آدم إنك لم تطيق سخطي ولم تقوى على انتقامي، فسبحان الله سبحانه هو ذو العرش المجيد فعال لما يريد، المبدئ والمعيد الفعال لما يريد سبحانه وتعالى سبحانه. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه. صنع الرجولة والبطولة في شخصيات تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجيال المسلمة إلى يوم الدين، ومن بين ما رباهم عليه وربانا عليه ودعانا إليه لنصنع رجولة الإيمان وبطولة العقيدة ما ذكره وهو يصنع الرجال ويربي الأبطال في جامعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلوات الله وتسليماته عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بهذه المعايير تربى أصحاب رسول الله، فكانوا أساتذة العالم كله بولائهم وانتمائهم لله ولرسوله، بولائهم وانتمائهم لعقيدتهم، باتباعهم لمنهج ربهم، باهتدائهم بهدى رسولهم صلى الله عليه وسلم، بالتحابب والتوادد والتراحم فيما بينهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله خيرا على جهدهم وجهادهم وضحياتهم وبذلهم في سبيل العقيدة ونصرة الشريعة وإعلاء كلمة الدين وإقامة منهج الله في الأرض، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهجهم، وأن يجعلنا ممن يسيرون على طريقهم ويهتدون لهديهم. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرتهم، وأن تجعلنا على هداهم، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل،
فهي وصية الله لعباده ودعوة الله لرسله وأنبيائه. قال الله فيها: وقد أمر بني آدم جميعا حين خلق الخلق، فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله أي وحدوا الله قولا وعملا، إيمانا وتطبيقا، عقيدة وسلوكا. بهذه العقيدة وعد الله أولياءه وعباده أن يبارك لهم في أرزاقهم، وأن يدبر أمورهم، وأن يفرج كربهم، وأن ييسر عليهم كل عسير. فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال في الآية التي تلتها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال في الآية التي بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فما أحوجنا إلى هذه العطاءات الربانية، وما أحوجنا إلى هذه الفيوضات الرحمانية، وما أحوجنا إلى هذا التدبير الإلهي والمدد الرباني عندما نوحد الله، وعندما نستجيب لشرع الله عز وجل يتحقق لنا موعود الله سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل في قرآن الكريم أطواق النجاة من فتن الدنيا وفتن الاحتضار، فتن الموت وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، وفتن كذلك أيضا سؤال القبر وعذاب القبر، وفتن أحداث يوم القيامة وما يمر بالناس من كروب لا ينجيهم فيها إلا أن يوحدوا الله وأن يقيموا شرع الله عز وجل. تلك الفتن التي نعيشها في هذا الزمان عندما نرى السفه في حياتنا. السفه عنوان التفكير، السفه هو عنوان المرحلة، السفه هو عنوان غياب الوعي، السفه هو عنوان ذوي الألباب في هذا الزمان. فنجد أتفه العقول تفكر للناس، وأتفه العقول هي التي توجه وعي الناس إلى اللاوعي، إلى الجهل. ذلك الذي نراه في هذا الزمان عندما نرى في شهر رمضان المفترض فيه أنه شهر الطاعة والعبادة، شهر الامتناع عن طعام وشراب وشهوة حلال أصلا، فما بالك بالحرام؟ ومع ذلك نجد في شهر رمضان ترتكب المحرمات عيانا، وهو الشهر الذي جاء الاختبار فيه في الحلال، أن نمتنع عن بعض الحلال 30 يوم ليلة علشان يبقى في نتائج قوية للامتناع عن الحرام. ومع ذلك ترى في عالمنا الإسلامي سفك الدماء علنا طوال شهر رمضان في السودان وغير السودان، والمظالم بين الناس في رمضان سواء في بلادنا أو في غير بلادنا ترتفع حدة المظالم بين الناس من بغي وظلم وبطش وتنكيل وعدوان وافتراء واستباحة للأعراض. إذن فأين نتيجة الصيام؟ وأين نتيجة رمضان في هذه الأمة الذي من خصائصه أن يمنع المسلم عن بعض الحلال الذي أحله الله له من طعام أو شراب أو شهوة في نهار رمضان ليكون أقوى على الامتناع عن الحرام في كل صوره؟ ومع ذلك نجد التجرؤ على الحرام في رمضان أكثر من غيره. أليست هذه من علامات الساعة عندما نرى الاستهانة بدين الله، وعندما نرى المعايير المقلوبة التي ينبغي أن يكون الذي ينبغي أن يكون في رمضان مفقود في رمضان، والمحرم في رمضان مستباح في رمضان؟ أليست هذه من علامات الساعة؟ إنها من علامات الساعة التي قال الله فيها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بل عندما ترى الإنسان
النفاق والسفه، وقلت عنوان المرحله السفه، السفه في التفكير، السفه في التصرفات، السفه في السلوكيات، السفه في المعاملات. عندما ترى اننا ننفق في رمضان على المسلسلات 9 مليار جنيه مسلسلات، 9 مليار جنيه عشان تعمل مسلسلات. طب المسلسلات دي نوعها ايه؟ هتعلم الناس الدين؟ لا، بمسلسل الامام بيستهين بالامام الشافعي ويفتري عليه ويزور سيرة هذا العلم من اعلام الاسلام حتى تضيع القدوة وتنهزم اعلام الاسلام في عقليات الاجيال بمسلسلات تطبع في اذهانهم الاستهتار والاستخفاف والاستهزاء بأئمة المسلمين وقادتهم. مسلسل جعفر مسلسل يجعل من التوافه رحماء، ويصور مسلسل آخر المتدينون على أنهم إرهابيون ودمويون وسفاكو دماء. أليست هذه انقلابية في المعايير؟ إنه سفه، صناعة العقول وصناعة السفه وعدم التفكير في العقل، هذا هو الذي نراه في إنتاج رمضان وفي شهر رمضان. إذا لابد علينا أن نفكر، أين عقولنا؟ أين تفكيرنا؟ أين وعينا؟ أين مصدر الوعي ومصدر التفكير أمام هذا الهجوم الشرس على عقول الأبناء والأجيال لإضلالهم وإبعادهم عن دين الله عز وجل؟ إنها من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسود الرويبضة الجهلاء، وهم الذين يسيطرون على العقول والتفكير والوعي. لذلك لابد على المسلم أن ينتبه لهذه الحرب الشرسة التي يضلل بها عقل الإنسان، عقل أولادك، عقل بيتك، عقل أهلك، تفكيرك، مصدر قدوتك، تهتز به هذه الأفلام والمسلسلات. 9 مليار جنيه تصرف على المسلسلات، وفي نفس الوقت تطلع هذه 9 مليار ديت تجيب إعلانات بكام؟ للإعلام ب3 مليار، إعلانات ب3 مليار. والغريب ان في وسط هذه الاعلانات تلقى اعلان يقول لك تبرع من مستشفى السرطان. تبرع؟ الله، اتبرع بايه؟ ما انت 9 مليار بتصرفها على مسلسل فاجر، على 3 مليار بتصرفها على اعلانات. طب ما توفر الهلس ده كله والهلس ده كله واصرفه على الفقير، لن يتجد في المجتمع فقيرا، ولن تجد في المجتمع عاطلا، ولن تجد مريضا اذا في سفه في التفكير، سفه في إدارة العقول. هذه لغة المرحلة التي نعيشها. سفه عندما نجد حملة السلاح للدفاع عن الأوطان يقتل بعضهم بعضا ويستبيحون دماء بعضهم البعض، كما نرى في السودان عسكري بعسكري وسلاح بسلاح، والسلاح مفترض أن يدافع عن الأمة ضد عدوين. لا، بتطلع إسرائيل هي اللي بتدعو للمصالحة. إسرائيل التي تريد ان تهدم المسجد الاقصى تدعو الى المصالحه في رمضان بين مين ومين؟ للاسف مسلم ومسلم. اليست هذه من علامات الساعه ان ترى هذا التناقض؟ انها فعلا من علامات الساعه. ولذلك لما نقول ان في علامات الساعه احنا عايشينها ولازم نتحسب بيها ونستعد، اذا لابد ان يكون لنا موقف، وموقف جاد بالعوده الى دين الله واتباع شرع الله تبارك وتعالى والاستقامة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من الأغرب والأعجب، من الأغرب والأعجب أن نجد هذا السفه ماتش كورة، عشان ماتش كورة بيعقد، ماتش بين الأهلي ومش عارف الرجاء ولا مش عارف الأهلي، وكان إيه اللي كان بيتم في الأسبوع اللي فات؟ ها؟ حد يقول لي كان اسمه ماتش إيه؟ مش عارف. ماتش الاهلي، ان الناس تحجز من امتى؟ عشان يحجز المقعد بتاعه في الاستاد لازم يروح من الظهر، وده انه قاعد
ظهر عصر مغرب فطار عشاء علشان الماتش هيبقى بالليل، وده كله علشان يروح ايه على وش الفجر، يبقى حاجز للماتش بقالي قد ايه كام ساعه، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. طب تعالى في المقابل كم حجز هؤلاء لصلاه التراويح؟ لا، ولا تعالى صلاه الجمعه ولا الفجر. المساجد تشكو الى الله، بقول السفه لغه المرحله، بل ما هو اخطر، تجد الفتاوى من بعض ادعياء السلفيه او ادعياء اتباع السلف، والسلف براء، السلف بريئون من هذه الافتراءات. يطلع بعض الاخوه للاسف الشديد مقلدون لمشايخهم او لمشايخ من السعوديه، يفتون في عصرهم وفي زمنهم بحسب ما يدركون، لا يفتون بمصالح الامه الكليه، فيعلنون فتاوى كل من اخرج زكاته نقدا فزكاته باطله. ليه يا عم؟ ده مديتها للفقير واليتيم، مش حب ولا قمح ولا شعير، هيروح يبيعهم بنص الثمن، ده انا اديت له ضعف اللي انت هتديهوله، وقربت عليه المسافه، واخذت بما فعله صحابيان جليلان معاذ بن جبل وابو موسى الاشعري لما بعثهما النبي الى اليمن، فاخذ ببدل الزكاه ولم ياخذ بعين الزكاه من اهل اليمن، فاخذ ببدل عن الزكاه، مع ان الرسول امر ان ياتوا بالزكاه، فقلت له الرسول قال لا، اخذوا ببدل عن الزكاه في اليمن بافضل ما ينتجها لليمن مما يسمى بالخميصه، اغلى الثياب وافخمها، لتكون سترا للمسلمين وفقراء المسلمين، يبقى اخذوا بالبدل، والبدل يكون صورته نقدي او صورته دواء او صورته طعام او صورته شراب او صورته ملبس او صورته اي صوره من الصور التي تحقق مقاصد اغناء الفقير، واخذوا بالمقاصد وفقه مضمون النص. لا يطلع واحد يقول لك العثيمين قال ان من اخرج الزكاه مالا فزكاته باطله، واغرب فتوى شفتها لسه شايفها امبارح، طالع واحد برضه نقل عن العثيمين يقول لك ان من اخرج زكاه الفطر يوم 27 رمضان، لو كان رمضان 30 يوم واخرج زكاه الفطر يوم 27 من رمضان فزكاته باطله. ليه يا عم الحاج؟ قال لي لاني ما اخرجش زكاه الفطر ليله العيد. طب يا حبيبي ده قول واحد بس اللي قال تخرج زكاه الفطر ليله العيد أو يوم العيد، ده قول واحد، وحتى القول اللي أخذ بهذا القول انتقل إلى قولين في المسألة، ليلة العيد أو صبح يوم العيد، إذا فيها محتملة. أما باقي جمهور أهل السنة جميعا وهم سلف، هم أئمة السلف، قالوا تخرج زكاة الفطر من أول يوم من أيام العيد إلى صلاة العيد، وحيثما كانت المصلحة للفقير فسمى شرع الله. ادي فقه الأئمة الثلاثة. فما اجيش اخد برأي شاذ او رأي منفرد ورأي يحتمل رأيين كمان في الآخر، مش رأي كمان يعني يقيني، واجي عم تمدو واقول ابطل كل زكوات المسلمين واعتبر انها السلف. هذا افتراء على هو نوع من انواع السفه في اعلان الدين والتعرف عليه، زي السفه بالظبط. الفتوى اللي طلعها بعضهم انه اذا اجتمع العيد ويوم الجمعه فلا صلاه جمعه، مساله بركه يا جامع، ما احناش رايحين نصلي الجمعه، ونقعد ساعه نستني المصلي واثنين وثلاثه عشان نصلي احنا الجمعه. ها ايه يا جماعه في ايه؟ لك ما هو قال اذا اجتمع العيد مع صلاه جمعه مع في يوم جمعه يبقى فلا جمعه. طب الرسول اللي قال هذا الكلام قال لمين؟ ما تاخدوا فقه الاحكام، ما تاخدوا مقصد الاحكام. الرسول عليه السلام راى الناس يسافرون في البوادي ويسافرون في القفار في الصحراء ويشق عليهم الانتقال، فيصعب عليهم ان يجتمعوا صباحا لصلاه عيد في المصلى